المبادئ، راه المبادئ خصها تبان في ارض الواقع. هذا هو القدوه، هذا هو القدوه. لما سئلت عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران، كان قرانا يمشي على الارض. تطبيق، تطبيق ذاك العمل، ذاك المبدا اللي كنت كدندن به. نشوفوه نشوفوه نشوفوه. تغدر لنا خطبه على التواضع وغتخرج منها تتمشى كانك تمشي في الهواء. شاش التواضع؟ قول هضر مع راسك، هضر مع راسك. تضرب الصباح وانت كتهضر على التواضع وانت خارج من فوق اكثر من الطاووس. ما تخريش ايش من تواضع، شكون غيسمع لك؟ حتى واحد، حتى واحد. علاش؟ لان الناس، الناس بالفطره تتبغي داك الشيء اللي تسمع وتشوف، شوفوا. ولذلك كان حال رجل في ألف رجل أبلغ من مقال ألف رجل في رجل. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. أنت اللي تتعلم الناس وتتوريهم، دابا براسك نصح راسك الأول، قد حالتك الأول باش ما تخالفش داك الشيء اللي تتنهى عليه الناس أنت تديرو. ولذلك يوم القيامة، يوم القيامة يجاء بهذا العبد، بهذا الإنسان، جيبوه يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، خرج الأمعاء ديالو، يدور بها كما يدور الحمار والرحى، كما كيقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام. أذن من دان وذنس أذي بلا سنين نظم مشيت نظو غيور يتساعد، يدور بها كما يدور الحمار والرحى، فيجتمع إليه أهل النار، يجتمعوا عليه، يا فلان ياك أنت اللي كنت كتنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف، فيقول نعم كنت آمركم بالمعروف فلا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا هو الواقع، وهذا ما متعلقش بالفقيه وبالخطيب فقط، كل إنسان فين ما كان هو تيهضر على الشواء، تيهضر على الابتزاز، تيقول لك ابتزوني وداروا لي وسمصروا فيا، ولكن ملي تيمشي للمجال ديال العمل ديالو هو، ملي تيمشي فين خدام هو، تيبقى يسمصر ويبتز. نفسي نفسي كنت تنكر المنكر وتأتيه وتأتيه. واللي كنقولوا أول من تسعر بهم نار جهنم عالم لا يعمل بعلمه. مزيان، واحد العدد ديال الناس تتعجبهم، قلك العلماء كنيو ذي مزقورة، ها العلماء هما الأولى اللي غتبدأ بهم نار جهنم، وذاك العالم وفيه حتى ذاك الأستاذ وذاك الطبيب وذاك المهندس اللي عنده علم وما تيخدمش به، عنده علم وما تيخدمش به. قريتي، كنتي كتسعى الوظيفة، توظفتي، وكلوك مهمة، اش خاصك؟ العلم عندك، اعمل به، اعمل به يا صح، اعمل به، اعمل به، اعمل به. تراك تحملتي مسؤولية إنسانية، اعمل بها، خدم به. عندك 40 تلميذ، اعمل معاهم، خدم معاهم، خدم معاهم. اللي غتخدم معاه وتوقف وتشرح وتوضح، واللي قال لك ما فهمتش، اللي غيوقف يقول لك ما فهمتش، أو أستاذ راني ما فهمتش، ما تقول ليش ايوا صافي كتب وسكتنا، ولا شرح ليه، عاود ليه الشرح مرة أخرى، بسط ليه، بين ليه. خلينا من واحد اللي كان كيلعب وكيتفلى، هذيك حاجة أخرى. ولكن واحد من الصباح هو متبع معاك وما فهمش فعلا، والسؤال ديالو والطلب ديالو باش أنه يفهم حقه، حقه خصو يفهم، لأنك تركت ما باش شرح ليه، ولكن أنت مغمض عليه كل شيء. علاش؟ أجي لهيه غنفهمك، أجي لهيه غنفهمك. لا، قم بالواجب. ديك الساعة كانت ظروف، باغي توسع على رزقك، باغي توسع على وليداتك، باغي تزيد دعم، باغي تخدم، هذاك الشيء ديالك ديك الساعة، هذاك الشيء ديالك. ولكن ما تقصرش هنا على حساب الهيه، تقصرش، تقصرش هنا. وللأسف الشديد انت في ذيودان فين خصو يخدم اللي هو واجب، واجب هنا خصو يدير الواجب ديالو، تما تينعس. ملي تيدير داك الشيء اللي هو فوق الواجب، داك الشيء ديالو هو، تما تيوقف، تما تيوقف، تما تيولي حاجه اخرى. ما بغيناش نكثروا في الامثله، راه الامثله كثيره في هذا المجال، في هذا المجال امثله كثيره. تمشي عنده الاداره ما يقضيش الغرض اللي هو حقك، اش تيقضى دير قهوه واش تيقضي في القهوه، يفضيك، يفضيك مع القهوه، راك عارف القهوه شكعوا الخميس اللي غيكاسي ويمشي غزر قهوه الناس، ياك مسكوله كاو ما تفسوش ما تذكر، يعلم الله خفيفه ولا قاسحه، طبعا ديك القهوه على حساب الموضوع. لا، قم بالواجب، قم بالواجب، قم بالواجب ديالك.
هذا تنقولوه بحرقة لأن هذا الشيء تنعيشوه تنعيشوه حتى عدد الأباء كيتشكعوا. ولذلك هذا فساد، فساد اللي كنعيشوه في قطاعات كثيرة كثيرة اللي خصو يتحاربوا ما يبقاش، خصو يتحاربوا ما يبقاش، لأن هذا الأمر الذي ينبغي أن نقوم عليه. وهذه الدعوة ديال الإصلاح أيها الأحبة الفضلاء، وكونوا على يقين، كونوا على يقين أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه كما تدين تدان، وأن جزاء سيئة سيئة مثلها، وأنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأنه أنفق بلا لن أنفق عليك، الجزاء من جنس العمل. تخافش تخافش تيلا تظلمتي في شي حاجة ما تخافش، لكن ربي سبحانه وتعالى غيجيب لك حقك هنا، وإلا ما تقتصش منه هنا غيجيك حقك يوم العرض على الله سبحانه وتعالى، يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. أعظم أثر أيها الأحبة في الله لدعوة الإصلاح، أعظم أثر سلبي هو ملي تيكون الإنسان أو الداعية إلى الإصلاح يخالف قوله فعله، هذا راه خطر شديد جدا. وتتبقى الدعوة ديالو الإصلاحية والمشاريع ديالو اللي كان كيوعد بها والأنشطة اللي كان باغي يديرها والتغيير اللي كان كينادي به، داكشي كيبقى كله نظري، كيبقى داكشي في الهواء وفي الفضاء، كيبقى غير في الهواء شي غير هضره كانت تدور في السماء. فينا يا دابا شات شات، لان الناس من بعد تتسنى النتائج، ديك البرامج اللي كانت مسطره وقدها قداش وبشي لغه اللي هي ما عرفت شنو، شي مصطلحات وشي مصادر اللي غتقلب عليها في لسان العرب او في البحر المحيط وما غتلقاهاش، غتقلب المعاجم اللغويه كلها وما تلقاش ديك المصطلحات الفضفاضة، شي تركيبات زعما ما شاء الله تنموية والمستدامة والشاملة والكاملة وما عرفت شنو، وقس على ذلك. ولكن فين هي النتائج في أرض الواقع؟ صافي سلينا الإشارة نكمر، كتبقى ديك الدعوات نظرية مش بعد يجي من شكل الإشارة. وراه هادشي اللي كيوقع للاسف الشديد في امور كثيره جدا، ما غتفلحش دعوه الاصلاح اذا لم يلامسها الناس في ارض الواقع. قلنا كل واحد يخدم في المجال ديالو، كاين الغيورين، كاين ناس اللي عندهم غيره، كاين ناس اللي عندهم حرص، تقوم بالواجب في المجال ديالك وفي القطاع اللي انت فيه، ادي المهمه، خذ الامانه بجد، خذ الكتابه بقوه، قم بداك الواجب اللي عليك باش تبان الثمره، تظهر بين الزوج وزوجته، بين التاجر البائع والشاري، تتبان في مجال الإيجار والاستئجار، تتبان في العهود والمواثيق، تتبان بين الشريك وشريكه، تتبان بين الأستاذ وتلميذه، تتبان بين الطبيب والمريض، تتبان بين الحرفي والزبون. وخش على ذلك صدق الإصلاح يبان، واللي غيبان في واقع الحياة غنكونوا حققنا ديك الساعة شي حاجة، وإلا غنكونوا غير كنتفلاو على راسنا. ولذلك الناس اللي هازين هم فعلا وعنده غيرة فعلا خصو يكون أحرص الناس، أحرص الناس على أن لا يخالف القول منه الفعل. علاش؟ لأن من المخططات ديال الأعداء اللي تيحاربوا هذه القضية ديال الإصلاح تتبع الزلات والأخطاء والفلتات والسقطات، هذا راه من المنهج ديال المحاربين ديال الدين، من المنهج ديال الناس اللي تيحاربوا الدين. شو شي مرة تيديروا في شي أخبار تيجيبوها إمام مسجد، إمام مسجد مش حال واحد ماشي إمام مسجد ودار نفس الفعل، شحال من واحد، شحال من واحد ماشي إمام مسجد ودار نفس التصرف بل أصبع وأشنع. انظر إلى هذا صاحب اللحية الطويلة ماذا صنع، شحال من واحد ما عندوش لحية كاع ودار أصبع وأشنع، شحال من واحد خطيب جمعة، شحال من واحد ماشي خطيب جمعة ودار داك الشيء وأصبع أصلع من داكش، فقيه دار، شحال من واحد ماشي فقيه دار أفضع من داكش، شحال من واحد. علاش زعما هذا بالضبط وهذا 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 الأفراد؟ علاش بالضبط داك الموظف مسكين اللي كان خدام وداخل سوق راسو كيتحرى الحلال
وعيو ما يدوروا به باش يشريوه وما تشرى ليهمش لأنه غالي 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 شحال من واحد وداروا به ودبروا عليه بشي قالب ما عرفت كيف داروا ليه ياك وطلعوه مجرم وطلعوه مرتاشي وطلعوه مخرويط وطلعوه مزور وطلعوه ونفخوه في الإعلام باش يبان هو ذاك السراق الكبير ذاك المجرم الخطير. علاش بالضبط؟ علاش؟ لأن كان كيعطي واحد النموذج ديال الإصلاح. إيش النموذج؟ خصنا نسحق. ماشي هو المقصود لذاته باش نفهمه. أرى المقصود ماشي الفكاه أبدا، إنما المقصود ما يحمله من دعوة، ما يحمله من رؤية، ما معه من تصور، ما عنده من نظرة إصلاحية. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. حتى ولينا تنسمعوا شوف شوف، انظر إلى الإسلاميين، انظر إلى أصحاب اللحى، انظر إلى هؤلاء الذين كنا نثق فيهم. صافي كيجمع كل شيء، واحد غلط جمع كل شيء في سلة واحدة، جمع كل شيء كيجنسو تشت إجن مريخ ذا ذاك الذي قال شو واثق قيمة قضية حد الوقت. هذا هو المقصود، المقصود هو هذا المصطلح، أننا ننزعزعو ديك الثقة اللي عند الناس بعض الأفراد اللي تيشوفوا فيهم النموذج والقدوة في مجال معين، مجال معين، أي مجال. ذاك السيد اللي كان قدوة حنا خصنا نشوشو عليه ونوضو عليه واحد الحيحة ونرميوه في المواقع ديال لا تواصل ياك، نوصلوه للعالم ونفضحوه ياك باش نبينوا بان ها انتم تتقولوا لنا الناس ديال الاصلاح وتقولوا لنا الاساتذه وتقولوا لنا الناس ديال التعليم. شوف شوف شحال من استاذ فنى حياته في العمل وفي الوظيف، وجا واحد النهار وضرب تلميذ وضرب دري وصمكو مع الحيط كاع، اغا يولي هو المجرم وهو العنيف وهو الداعشي ياك، ها هو ذاك المتوحش. انظروا الى هذا الاستاذ كيف يصنع بهذا التلميذ البريء. الله يجعلك تدخل التعليم وتفرج، الله يجعلك تخدم واحد العشر سنين وتشوف، ماشي غتولي تضرب كيش تكسي تزويشت. سالس لك ربي وذا التعليم قاسن الصبار عاد، رمزان صابرين رمزان صابرين. انت عندك في واحد تجلس تخدم معاه واحد الساعه ولا نص ساعه تتبقى تهضر وتبقى تقوت كتكف السادسة، عندك غير واحد قاري غير في القسم الثاني والثالث، عندك غير واحد يعني اتفدي مستدي النخرع هذي عاجز وتتولي تتحمر وتتصفر وتتقوى وتزيد يا غيوري، ماشي غير واحد فاهم تعصب تضرب تطرد انت تجي